بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة الدورة الثانية المرحلة الرابعة الموسم الدراسي 2020-2021، اليوم وصلنا للنموذج رقم 5 في مادة النشاط العلمي. المرحلة الرابعة النموذج رقم 5 مستوى الخامس ابتدائي. كنرحب بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، كنرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. بالنسبه للمتتبعين الاوفياء اللي دائما مساندين القناه، زيدوا بارطاجي وزيدوا كومونتيو على المحتوى باش يطلع الناس جداد، المتتبعين جداد وتلاميذ ومستفيدين جداد ان شاء الله. هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. اذا نبداو على بركه الله. اليوم كما قلت لكم غادي نديروا ماده النشاط العلمي المرحله الرابعه النموذج رقم 5، وهذا النموذج رقم 5 خاص بالوحده الخامسه بوحدها، صافي؟ يعني ما كاينش انشطه ديال الوحده الرابعه والثالثه او السادسه، اذا هذا الامتحان كامل ديال الوحده الخامسه. اذا نبداو على بركه الله لا كوريكسيون التصحيح. اذا عندي اربعه ديال الانشطه، نشاط رقم 1 2 3 4، ثلاثه ديال الانشطه باللغه العربيه ونشاط واحد باللغه الفرنسيه. اذا نبداو بالنشاط رقم 1، املأ الفراغات بالكلمات المناسبة. إذا هاد الفراغات هادو غادي نكملوهم بالكلمات المناسبة. عندي هنايا الريحية، الكهرومائية، حرارية، كهربائية، الحركية، الشمسية، الضوئية. إذا غادي نكملو بهاد الكلمات، هاد الفراغات الموجودة هنا. إذا عندنا 7 ديال الفراغات، ولكن هنا عندي أكثر من 7 ديال الفراغات، يعني يمكن بعض الكلمات نعاودو الاستخدام ديالهم، صافي؟ إذا تحول المحطة طاقة إلى نختاروا المحطة، المحطة الشمسية، المحطة الشمسية اش كتحولنا؟ هي الشمسية، المحطة الشمسية كتحولنا الطاقة الشمسية، ديك الطاقة الشمسية، الشمسية كتحولنا إلى طاقة، إلى طاقة، طاقة كهربائية، إلى طاقة كهربائية. ثانيا تحول المحطة الكهرومائية، الكهرومائية، الكهرومائية كتحولنا ماذا؟ طاقة الحركية، دونك ديك الطاقة الحركية ديك حركات أو جريان الماء. إذا الطاقة الحركية إلى ماذا؟ إلى كهربائية، إلى طاقة كهربائية وحرارية، أو حرارية، صافي؟ كهربائية أو حرارية، فهم؟ تحول المحطة، إذا عندي ثلاثة ديال المحطات، عندنا محطة كهرومائية، محطة شمسية، ومحطة ريحية، الريحية. إذا المحطة الريحية هي اللي كتستعمل ديك لي بانو، داك لي بانو اللي على شكل، على هاد الشكل هذا، صافي، اللي كيبقاو يدورو على شكل، اللي كيبقاو يدورو كيعطيونا حركة، صافي. إذا الرياح كتحولنا الطاقة الحركية، إذا هنا الطاقة الحركية نقولو الريحية، الريحية، طاقة الريحية إلى ماذا؟ إلى طاقة كهربائية، صافي، إلى طاقة كهربائية، كتحولنا إلى طاقة كهربائية. أها، ندوزو للنشاط الموالي، والنشاط رقم 2، دائما في هاد المسألة ديال الطاقة، إذا أملأ الفراغات بالكلمات المناسبة، جريان طبيعي، الكهربائية، الكهرومائية، غير ملوث. إذا تنتج المحطة، شناهي المحطة؟ الكهرومائية، إذا هادي غتمشي الكهرومائية، داك المحطة الكهرومائية شنو كتنتج؟ كتنتج الطاقة، الطاقة الكهربائية، صافي، الكهربائي، الطاقة الكهربائية هادي كتمشي، الطاقة الكهربائية مصدرها ماذا؟ إذا شنو هو المصدر ديال الطاقة الكهربائية؟ مصدرها جريان المياه، إذا داك الجريان ديال المياه هو اللي كيخلينا نولدو الطاقة الكهربائية عن طريق الماء، إذا المياه وهو مصدر، دونك هذا مصدر طبيعي، صافي، دونك جريان المياه مشات، مصدر طبيعي، إذا هو مصدر طبيعي وغير ملوث للبيئة، وغير ملوث للبيئة، وغير ملوث للبيئة، صافي. فتصبح هذه الجملة هي تنتج المحطة الكهرومائية، الطاقة الكهربائية مصدرها، مصدرها جريان المياه وهو مصدر طبيعي وغير ملوث للبيئة، مفهوم؟ ندوزو الآن للنشاط الموالي، لاكتيفيتي 3 اللي هو اون فرونسي، كلاس لي سورس دينيرجي سويفونت. دونك هاد لي سورس دينيرجي اللي هنا لو سولي اللي هي الشمس، لو اللي هو الماء، لو غاز بوتان اللي هو غاز البوتان، لو بترول يعني البترول، لو فون اللي هو الرياح، صافي. دونك هنا عندي سورس غونوفلاب يعني طاقة، يعني هنايا مصدر، مصدر متجدد، مصدر متجدد، هنايا مصدر
غير متجدد، صافي. لو سولي واش هو مصدر متجدد، يعني مصدر للطاقة المتجددة، أم مصدر للطاقة غير متجددة؟ مصدر للطاقة المتجددة، صافي. لو حتى هو. بالنسبة للغاز بوتان، نو سورس رونوبلابل، نو رونوبلابل. لو بترول سورس نو رونوبلابل أوسي. لو فون اللي هو الرياح سورس رونوبلابل، يعني متجدد يتجدد، صافي. لو سولي L'eau et le vent, ce sont des sources renouvelables, يعني تتجدد، مصادر متجددة. وبالنسبة للبترول والغاز بوتان، ce sont des sources non renouvelables. D'accord؟ غير متجددة. C'est bien. دوزو الآن النشاط الأخير اللي الجواب عليه كيكون فقط بصحيح أو خطأ. عندي ستة ديال العبارات، إذا كانت العبارة صحيحة غادي نكتب صحيح، وإذا كانت العبارة خاطئة غادي نكتب خطأ. إذن عندي العبارة الأولى، الطاقة المتجددة نظيفة وغير مكلفة. إذن الطاقة المتجددة بحالاش؟ بحال لو فون، الرياح، بحال لو الماء، بحال الشمس. داكوغ، إذن هي طاقة متجددة نظيفة، صافي. إذن صحيح، نكتب صحيح. إذن هذه العبارة هذه صحيحة، هي غير مكلفة ونظيفة. كل جسم يخضع لقوة واحدة يكون متحركا. إذن كل جسم كي يخضع لواحد القوة كيكون متحرك، صحيح. صافي. العبارة الثالثة، تتعلق مدة تأرجح النواس البسيط بكتلته. المدة ديال التأرجح ديال النواس البسيط قلنا بأنها ما كتعلقش بالكتلة ديالو، بل تتعلق بطول الخيط، صافي، بطول الخيط. إذا هذه عبارة خاطئة، دونك خطأ. العبارة الرابعة، الجسم المتحرك يخضع لقوة واحدة. إذا الجسم المتحرك يخضع لقوة واحدة، صحيح. نعم. يحول منوب الدراجة الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية، أو عفوا إلى طاقة كهربائية. نعم، إذا داك المنوب ديال الدراجة كي عن طريق الحركة كدور الأكرة، من بعد كيدور المغناطيس، إيوا، ومن بعد كيعطينا طاقة كهربائية هي اللي كتضوي لنا داك المصابيح، صافي. دونك صحيح. العبارة الأخيرة، يحدث التيار الكهربائي مجالا مغناطيسيا. إذا هذه معروفة بأن التيار الكهربائي كي يدير من حوله ماذا؟ واحد المجال مغناطيسي، طافي، يكون مجال مغناطيسي. والعبارة صحيحة. إذا كل العبارات صحيحة ما عدا العبارة الثالثة، وهي تتعلق مدة تأرجح النواس البسيط بكتلته، والتصحيح ديالها هو أن هذه المدة كتعلق بطول الخيط، صافي. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، اللي كان كيخص النموذج رقم 5 من فروض المراقبة المستمرة اللي كيخصوا المادة ديال النشاط العلمي. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس، باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اللي بغى الفرد بي دي اف يحط النيميرو ديالو ويدخل عندي الجروب ديال الواتساب، غادي يلقى فيه لي بي دي اف كاملين ان شاء الله. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.